علاش؟ هذا سؤال، هذا سؤال أم الجهة السياسية؟ اليوم هذه الوقفه جات باش نبينوا للجهات المعنيه بان هناك ضرر بالنسبه للمهنيين. غلق ابواب المحطه الطرقيه يعني قطع ارزاق. اليوم هناك مهن يعني مهن موازيه مع قطاع النقل الطرقي اللي كتعيش من جراء العمل لقطاع النقل الطرقي. المقاولون ديال النقل الطرقي على حافه الافلاس، على حافه الافلاس. كنبغيو نوجدوا نداء للسيد الوالي الجهه على ان احنا واعيين بالجائحه اللي كنعيشوه، بالوضعيه الراهنه اللي كنعيشوه، ولكن ما يمكنش لنا يعني هناك بعض الانماط الاخرى اللي خدامه والقطاع ديال النقل الطرقي المسافرين او اغلاق المحطه الطرقيه بالاحرى يعني غيبقى يعني مستمر. نطالبه يعني باش يشوف هذا الشق الاجتماعي والشق الانساني ويشوف هذه العائلات اللي اليوم هما على يعني على حافه الفقر وعلى حافه الجوع المجاعه كاع. كنبغيو نقولوا باننا مستعدين اننا نخاطوا في اي بروتوكول صحي. حنا كنعرفوا الهدف الاسمى ديال الدوله دابا وديال السياسه ديالنا هو تفشي انتشار الوباء، وحنا مستعدين اننا يعني نلتزموا بجميع البروتوكولات الصحيه اللي غتجنبنا هذه الكارثه هذه. وهاد المهنيين مساكن تا هما غادي يستأنفوا العمل ديالهم، وهاد المقاولات النقليه اليوم اصبحت عاجزه انها تتأدي المصاريف اللي عليها. هذا نداء، هذه وقفه سلميه في ظل الجائحه هذه. ما كنبغيو ندوزوا حتى شي رساله سياسيه او ها هناك يعني القرار ديال المهنيين هو اللي رفعناه للجهات المعنيه لا اقل ولا اكثر. اهم مطلب هو فتح ابواب المحطه الطرقيه. هناك ملف مطلبي مطروح على الطاوله، ولكن المطلب الاستعجالي والاني الان هو فتح ابواب هذه المحطه الطرقيه اليوم، لان هذا الشيء غير كولا اللي كتشوفوا راه جالسه بلا خدمه كلها. وكتعرفوا يعني الانسان يعني ابن كيفقد مصدر الرزق ديالو، مصدر العيش ديالو، راه قاطع الاعناق ولا قاطع الارزاق. فكما كتشوفوا هذه الوقفه الاحتجاجيه السلميه لارباب الحافلات فهي جات نتيجه اغلاق المحطة الطرقية ولاد زيان. الإغلاق اللي هو يعني كنقدروا نقولوا إغلاق عشوائي أو مجحف حق هاد الناقلين أو هاد المهنيين. فضروا المهنيين نظرا لأن ثقال الكاهل ديالهم بالمصاريف من تأمين، من ضريبة، من عقود الإيجار، من كاين عدة مصاريف ليا كثيرة اللي ما بقاوش قادرين أن يقاوموا في هذا الوقت هذا، نظرا للإغلاق الوقت الكبير ديال واحد 10 الأشهر دابا تقريبا ديال الإغلاق ديال محطة ولاد زيان على غرار باقي المحطات الطرقية اللي عبر ربع المملكة. فهم كلهم يعني مفتوحين وخدامين يعني وفق شروط الاحترازية اللي وضع عليهم لجنة اليقظة. محطة ولاد زيان ففتحوها واحد الأسبوع والمهنيين التزموا بديك الشروط الاحترازية اللي وضعتها لهم يعني وضعوها لهم لجنة اليقظة، إلا أن الإدارة ديال محطة ولاد زيان فما التزمتش وتم إغلاق المحطة. الإغلاق اللي هو مجحف حق المهنيين، لهذا المطلب الوحيد ديالنا حاليا في هذا الظرف الراهن وهو إعادة فتح المحطة الطرقية ولاد زيان. ومن بعد ما نزاولوا المهام ديالنا كمهنيين فلنا مطالب اخرى. المحطه الطرقيه دولاد زيان هي اكبر محطه طرقيه على الصعيد الوطني ولها اهميه كبرى في الرخص التي تنطلق منها. اليوم ارباب النقل الطرقي المسافرين يعانون من مصاريف اللي هي كثيره والتي لم يسووا الوضعية ديالها سواء داخل مدة الجائحة أو من بعد الجائحة. فأرباب النقل الطرقي المسافرين ومهني قطاع النقل الطرقي المسافرين وسائق مهني الطرقي المسافرين أنهم التزموا جميع الإجراءات الاحترازية لتفشي من هذا الوباء، إلى أنه لا يعني أن هذه الشريحة اللي هي شريحة كبيرة في قطاع النقل الطرقي المسافرين اليوم اليوم كتضرر من جراء هذه الجائحة. وكذلك للإغلاق ديال هذه المحطة جاء غير لا يعطي مبرر للمهنيين، لأن كما كنشوفوا اليوم عدة تجمعات خطابية تفوق العدد الذي يدخل المحطة الطرقية. تنشوفوا حفلات، تنشوفوا رحلات اللي كيديرهم شركات كبرى، إلا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة اليوم عندها انتقائية كذلك في المخالفات التي تحرر في من قبل الشرطة أو الدرك للسائق المهني أو لرب الحافلة.
فاليوم هذه الوقفه هي تعبير عن الغضب اللي كيعبروا به المهنيين وعلى الضرر الذي لحق بارباب النقل طرق المسافرين. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.